الرحمن الرحيم. كما كتعرفوا الترافع ديالنا كمنتخبين كمجالس منتخبه هاد الفيضانات اللي عشناهم سنوات هذه، والحمد لله التجربه ديال بوسكوره عطات نتيجه. كما كتعرفوا دابا المنطقه الشرقيه من الدار البيضاء بوسكوره يعني ما بقاش كتعرف فيضانات. السيد البرنوسي هاد المشروع هذا اللي عطاته الاولويه من الجامعه ديال الدار البيضاء وشركه لاليديك، وتخصصت لي مبلغ ديال 350 مليون ديال الدرهم، يعني مشروع كبير غادي يعرف واحد تخفيف جذري يعني مشكل ديال الفيضانات ان شاء الله في حلول ديال سنه 2023. ما غاديش يبقى مشكل ديال الفيضانات بتاتا، لان مشروع كبير، وكما شفتوا انتم في التقديم ديال شركه لاليديك يعني عرف واحد التقدم في الاشغال ديالو اللي عرفات واحد 90% في حلول ديال سنه 23 شهر 4 ان شاء الله. غادي المشروع غادي يعرف النور ديالو، وكنتمنوا ان شاء الله بان هذا المشكل هذا بالنسبه لك هذا المشروع اللي غيتم في حدود قلتي 2023 غادي يحل من المشكل تاع الفيضانات على مستوى المنطقه. كنتمنوا من الله الخير، ولكن كنقولوا بان ان شاء الله هذا المشروع هذا غادي يفك المشكل ديال الفيضانات بتاتا بالمدخل ديال الدار البيضاء من جهه سيد بروس سيدمون. انت عرفتي انه الدار البيضاء عندها جوج المشكل، عندها مشكل ديال الجنوب وديال الشمال. انتم كتعرفوا ان هذاك الواد ديال الفيضانات واد بوسكوره تم الانجاز ديالو بواحد التكلفه تقريبا ديال 850 مليون ديال الدرهم، انتهت منه الاشغال. الان المنطقه الشماليه ولا نسميوها منطقه ديال سيدي مون عمله البرنوصي، هذا الاشغال ديالو دابا هي في طور الانجاز. حنا اليوم كنشوفوا غير واحد الطرف انجاز ديال واحد الطرف، ولكن كيبقى مهم خصوصا بالنسبه للمواسم الامطار اللي جايه ان شاء الله نطلبوا باش تكون بكثافه. هذا الجزء هو ماشي تتمه ديال المشروع ككل، ولكن هو جزء بسيط ولكنه مهم، وبالتالي الانجاز ديال هذه المنطقه حتى هي ديال عماله البرنوصي اللي كتعتبر المنطقه كتعرف واحد الاعداد ديال الاشكالات ملي كيكون سقوط الامطار، حتى هي غادا تم الانجاز ديال مشاريع تقريبا بواحد التكلفه اجماليه ديال 720 مليون درهم، وكتبقى مشاريع مهمه جدا. و الزمن اللي تقريبا باش يسير هذا المشروع بالصفه هذه المهم فيه غادي تسالى في غضون السنه، في غضون سنه، ولكن كيبقاو بعض الحوايج اللي مساعده اللي غتكون مساعده غتكمل في غضون واحد 18 24 شهر.